نتكلم بقى في ازاي ان احنا نكنترول الماتيريالز بحاجة تانية، بنود تانية. مبدئيا كده انا عندي النود اديتور بالشكل ده، انا هلغي بقى الاي بي ار وهشتغل على الشيدر بول. تمام كده، حاجة بالشكل ده. تمام، لان انا محتاج دايما ان دي تكون واسعة كده. صغر دي ككل. جميل، ادي الستاندرد شيدر بتاعنا. لو انا عايز اخلي الديفيوز ده عباره عن اكونترول الديفيوز باي حاجه، بصوره مثلا، او الويت بتاعه بصوره، لو انا عملت كده الديفيوز قفل، الروفنس نفس الموضوع قريب المنظر كده كده الديفيوز فتح. طيب خلينا نروح للنودز ونكتب تكتشر. مفيش ايمج، انا عايز صورة. هسحب الايمج كالعادة، انبوت واوتبوت، دبل كليك اصغر، دبل كليك اكبر. تمام، جميل. لو جينا عملنا رايت كليك ممكن اقول له رينيم، وهنسمي دي ديف ويت، وفي الايمج هقوم رايح هنا واخد اي صوره تعجبني، وليكن من هنا من اسيتس برو ماتيريال، ممكن اخد مش عارف، روح الكونكريت، انا مش بعمل حاجه ليها حاجه معينه، هاخد كونكريت ديفيوز ده واعمل له اوبن. هيقول لي كوبي، هقول له لا. تمام، لو احنا قلنا عايزين نعمل كنترول على الويت، لكن خلينا نعمل كنترول على الكالر. هنروح هنا كليك واقوم جاي رايح على مين وديفيوز واقول قايل له كالر. زي ما انتم شايفين هو نفس السيستم، يعني احنا جينا عملنا كده نفس السيستم ده اللي هو لود ايمج. اللي انت عملته ايه؟ انك انت عملت كنترول على الكالر بالتكتشر دي. تمام، هو ده نفس الدنيا بالظبط. هنيجي هنا واقوم جاي ساحب الاوتبوت بالواير واقوم حاطه على الكالر كده. زي ما احنا شايفين عملنا كنترول على الكالر، والويت عندي بواحد. لو احنا قفلنا الويت كده هلاقيها بالمنظر ده كده. طبعا انا عايزها، وما فيش حاجه متشبعه باللون بنسبه 100%. روفنس، لو قللنا الروفنس هنلاقيها بالشكل ده كده. لو زودنا طبعا كل الكلام ده ممكن نكنترول زي ما قلنا بالكلر. دي حاجه. طب ايه تاني؟ لو نفتكر لما كنا في ريفلكتنس شانل كنا بنكنترول الروفنس بدايما بلاك اند وايت ايمج. طب تيجي ازاي؟ قبل قصه تيجي ازاي، لو احنا واخدين بالنا الكالر هنا، تمام، او الكالر بتاع البتاع دي نفسها، لو احنا رحنا هنا، لو خدنا بالنا من نقطه مهمه قوي ان الكالر اتشال من هنا اتحط هنا. ليه؟ لانه بقى دلوقتي كنترولد باي الماتيريال دي. في حاجه مهمه قوي، لو انا عايز اعمل كالر كوركشن للايمج دي هروح هنا واكتب كلمه كالر. عندي في الكالر كالر كونفرت وكالر كوركت، هحط كالر كوركشن نود. تمام، بالمنظر ده كده. هكليك عشان اشيل الواير واقوم رايح هنا لديفولت، هقوم قايل له انبوت، الا لو انت كنت عايز تكنترول على حاجه معينه، بس انا عايز انبوت عشان اكنترول بكل دول الصوره دي. هاخد الاوتبوت واقوم راميه على الانبوت، واقوم من هنا اقوم ساحب. واحد يقول لي لا لا حاسب، بس انت ما عندكش هنا ما عندكش انبوت. هقول لك عادي، ما فيش مشكله، اسحب الواير ده من هنا كده، ومجرد ما تقف لو لقى مفيش بورت هيفتح لك
النافذه الصغيره دي، قوم قايل له ديفيوز، قوم قايل له كلر. هنيجي هنا ممكن تكنترول الجاما، ممكن زي ما انت حابب، ممكن تكنترول الكونتراست بتاع الصوره بالمنظر. طبعا كل الكلام ده موجود في الستاندرد شيدر بتاع سينما 4 دي العادي زي ما احنا عارفين. طيب ده كده تمام. لو انا عايز اضغط هنا ومين، وهقول له المره دي في السبيكولر الروفنس، عايز اكنترول الروفنس بتاع السبيكولر. نفس الموضوع كنترول واسحب هتعمل دوبليكيت. تعالى في الايمج روح هات، انا فاكر ان انا كان عندي ماسكس في ال 2 دي اسيتس في فولدر انا كنت عامله اسمه ماسكس اعتقد جوه تيكتشرز ماسكس او فولدر. الفولدر ده انا كنت جايب الصور دي من جوجل علشان اكنترول الروفنس شانلز والسبيكولر شانلز والديرت شانلز والكلام ده كله. لو انا رحت للصوره زي دي هيفي وخدت دي كده، وكالعاده دايما بصراحه ربنا حتى في سينما في العادي بحب دايما احط الايمج جوه كلر كوركشن نود او كلر كوركشن شيدر، واقوم شغال زي ما انا عايز. سحبنا كده على الروفنس، اتعمل لها كنترول بدي. طب لو انا عايز اعرف هي هتعمل ايه فعليا، يعني انا هي الكلر كوركت دي طالعه هنا ومن هنا هو طالع على البيوتي، انت ممكن تسحب الاوتبوت ده توديه على البيوتي على طول بحيث تشوف اللي انت هتعمله هنا. هنا لو انا قللت الجاما ده اللي هيحصل، لو انا زودت الجاما ده اللي هيحصل. تمام، فانا عايز اسحب الجاما شويه، ممكن اروح للكونتراست اخليها دي كونتراستي او اخليها فيها كونتراست عالي. اكسبوجر هسحب الابيض شويه، تمام اخليه كده شويه هاي ديرت شويه. ملتبلاي اعتقد حاجه زي الكونتراست مش عارف هتعمل ايه اصلا، لكن كده انا شفت. لو انا سحبت كده خلاص الدنيا بقت تمام. اسحب بقى دي رجعها هنا زي ما كانت، هتلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. لو رجعنا هنا للستاندرد شيدر هلاقي هنا لو خدنا بالنا في السبيكولر مفيش عندي الروفنس، لان انت خلاص عملت لها كنترول بالايمج اللي احنا شايفينها دي. عاليه مظبوط، عاليه ليه؟ لان لو رحنا هنا ورحنا على مين ورحنا على سبيكولر تمام، هلاقي ان انا ما عنديش بقى اعتقد كنترول على الفرنيل، صح؟ لا فيه اهو ريفلكتنس ات نورمال. لو انا عملت ريفلكتنس ات نورمال انا ممكن اكنترولها بنفس النود دي. لو انا سحبت ده كده وعملت ده بالمنظر ده كده، كده بقى ظهرت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو رحنا للكارا كوركشن نود وعلينا الجاما ورحنا هنا سحبنا الكونتراست شويه تمام، وسحبت الجاما شويه او عليت الجاما قوي تمام، نروح للكونتراست دي كونتراستي بالشكل ده. اعتقد كده الدنيا وضحت قوي ازاي ان احنا بنكنترول ده او بنكنترول اللايرز بايمج. لو رحنا على بيكمان مش هتاخد او مش هنلاقي فرق كبير قوي. اللي انا محتاج اشوفها بصراحه هي الديفيوز كلر. اعتقد الديفيوز كلر انا منقي ايه ماتيريال غلط، وانا عمال اقول مفيش لون ليه اتاريني خدت ماتيريال غلط كده. مظبوط، شيل نرجع دي. يعني للاسف انا منقي ايه ماتيريال غلط، وعشان كده حصل كل اللي احنا عايزين نحكي فيه. نرجع بالجاما شويه، كونتراست نعليها شويه، هنا نطلع ممكن نسحب الجمل تحت سنه، الكونتراست نخليها كده. نيجي هنا على الستاندرد شيدر في الويت نعليها شويه بحيث يبان الديرت. اعتقد كده الدنيا متهيألي بدات توضح، بدانا نعرف النتورك اديتور
شغال ازاي. هنا مش هيبقى الديف ايمج، هنخليها ديرت. طبعا طبعا كل الكلام ده مش باين هنا قوي، لان احنا ما بنشتغلش على ريل تيكتشر. الهدف بس ان احنا ان انا اوريكم بس الدنيا ماشيه ازاي. لو عايزين نعمل بامب، تمام، هكتب هنا بامب. في عندي بامب 2 دي، بامب 3 دي، انا هشتغل على البامب 2 دي على طول. هنا في البامب 2 دي ليها ثلاثه بارامتر. الثلاثه بارامتر في المين بيقول لك الشيدر. فين الشيدر اللي انا هعمل له بامب؟ بصوا كده، لو جينا رجعنا هنا تاني للستاندرد، انت عندك هنا البامب، بس البامب هنا هيقوم قاري على طول القصص دي في ارنولد. لا، فهنا هاجي هنا واقول له الشيدر بتاعي في اللي هو المين شيدر اللي هو ده. فانا هشيل دي بقى من النتورك، من النتورك اديتور، تمام، واقوم واخد دي حاططها في الشيدر. خلاص بقى ده الشيدر، واطلع هنا للبيوتي. زي ما احنا شايفين لسه ما فيش اي حاجه خلاص. ليه؟ لان ما فيش بامب ماب. حتى لو احنا كده، لو احنا رفعت حتى دي كذا سنتي، ما فيش عندي اي حاجه خالص، لان ما فيش بامب ماب. طيب في البامب ماب لو انا ضغطت كده في المين، فاضل البامب ماب. هضغط على البامب ماب، بيقول لي فين الماب اللي انت هتعمل لها او اللي انت هتعمل بيها بامب. انا هاخد كنترول ودراج وكنترول ودراج خلاص بالشكل ده كده، بحيث يبقى دول البامب مابس بتاعتي. هكليك اسحب دي هنا كده، وهاخد دي من هنا اطلعها على البامب ماب. كده بقى في بامبنس. بس انا عايز اجي هنا وفي البامب طبعا 2 سم كبيره قوي، 0.3 اعتقد هتدي بامب كويس. لو جينا نشوف اصلا البامب عامل ازاي، هلاقي البامب اصلا ممكن ما يكونش ينفع اساسا. هاجي هنا عايز حاجه تدي بامبنس، حاجه زي دي مثلا، اعتقد دي كده هتبقى كويسه. بس هي راحت فين؟ انا مطلعها على الغلط اصلا. المفروض ان انا اطلع دي هنا بحيث اشوف هتبقى عامله ازاي. رايحه في 60 داهيه، هروح هنا واسحب الجاما اصلا لورا، والكونتراست اخدها هي كمان لورا، وملتي بلاي بالمنظر ده كده. هي هنا هنا هي جايه مولعه ليه؟ اكليك هنا تاني، دي جاما بصفر، خليها واحد زي ما هي. كونتراست ملتي بلاي واحد، لا الاديتيف خليها زي ما هي برضو. اكسبوجر برضو زي ما هي. طيب اعتقد هي في الجاما، تمام. كونتراست خلاص كده زي الفل. اسحب دي وديها على دي، هتفصلها اوتوماتيك، ومتهيألي كده الدنيا تمام. لو رحنا للبامب خدناه 0.5، متهيألي كويس. لو رجعنا هنا ورفعنا الجاما شوية هتبقى الدنيا كويسة. ممكن في أي لحظة تيجي هنا وتقوم مغير التيكتشر بتاعك زي ما أنت حابب. ممكن ناخد دي فيها حاجة زي السكراتشز. لو خدنا دي تاني ورحنا هنا عشان نشوف، راح ورا الشمس طبعا. ليه؟ لأن الجاما هنا مش مظبوطة، لكن أعتقد كده مظبوطة. ولو رفعنا الكونتراست اكسبوجر، هناخد كده حفر، مش هناخد بامب. نسحب دي كده ونخليها هنا كده. في بامبنس كويس. انا عرفت منين؟ من او بامبنس عالي، لان اللون الكتم هي 0.1 تبقى كده كويس. طب خلصنا كده، عرفنا فكره عن الشيدر الدنيا شغاله ازاي. اقفل دي وارجع شغل الاي بي ار بتاعك عشان تشوف شكلها عامل ازاي. طبعا ما يعلم بها الا ربنا، بس اساسا احنا زي ما قلنا ما بنعملش شيدر
خلاص احنا كل اللي احنا بنعمله بنشوف بس النتورك اديتور شغال ازاي. طبعا بالمناسبه انا كنت رافع الاعدادات بتاعت الريندرنج، ومتهيألي الكلر هنا مش مظبوط، او الماتيريال دي فيها حته الكلر فيها مش مظبوط زي ما قلنا ميدل كليك على دي، ف كونتراست عاليه. انا كنت متاكد من دي كونتراست عاليه، الجاما يعني كويسه. الفرق ده على فكره في الكونتراست، هنا ممكن نعمل ايه؟ هنا ممكن اخد ريجون واشتغل عليه. يعني انا هنا مش محتاج الا انه يعمل بس للحته دي، فهقوم مشغل الاي بي ار. تمام، واعتقد انا لو غيرت الصوره دي، يعني حتى اخد صوره تانية يمكن تبان في الميتالز. دي ميتال ديرت، خلينا ناخد الجرانج. اوكي تمام كده الدنيا متظبطة. لو رحنا هنا وسحبنا دي، انا متهيألي المشكلة هنا في اليو في، بس هنلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو قفلنا ده وجينا عملنا رايت كليك وقلت له الشيدر بول، هنلاقيها بالمنظر ده كده. المشكلة فعلا هتبقى في اليو في، اليو في مابينج. لو شلنا حتى اصلا تايلينج وشغلنا ده، هي المشكلة في الحتة دي في اليو في. هقول له تايل زي ما هي، احنا كده كده مش بنشتغل ماتيريالز. لو انا خدت ده هنا هلاقي الدنيا هنا مظبوطه مفيش فيها مشاكل. لو انا جيت هنا اهو قمت جاي قافل الجاما كمان شويه، او اعتقد والله اعلم ان لو رفعت الجاما هعالج لا ده المشكله دي مشكله كلر، المشكله دي مشكله كلر. انا متهيألي الجاما تترفع والاكسبوجر. المشكله دي فعلا مشكله كلر. تمام نسحب الجاما شويه. يعني الى حد ما يمكن عشان الصور الكواليتي بتاعتها اصلا مش كبيره فعامله المشكله دي. المهم لو جينا عملنا كده وميدل كليك ودخلت على هنا ودخلت على الويت بتاع الديفيوز وسحبت الويت بالمنظر عشان ما يبقاش فيه تشبع كامل باللون، اكستند كنترول ما اعتقدش ان فيها مشاكل. مش عارف برضو الموضوع ده هيروح بدي ولا لا. لو انا عملت اوفست للماتيريال يو او في، ماشي مش مشكله ومش امر. المهم ان الدنيا كده مظبوطه في الكالر كوركشن نود. هسحب الجاما ارجعها زي ما هي تاني، كونتراست
برضه اطلعها زي ما هي مره تانية. كده احنا عرفنا زي ما قلنا الشيدر او النتورك شيدر شغال ازاي، ازاي بنكنترول لاير عن طريق او بنكنترول بارامتر عن طريق بارامتر تاني. طبعا مش كل حاجه هتبقى ايمجات، في هنا لاير سيستم رهيب بصراحه. ممكن اكنترول بنويز، هتقول لي ازاي اكنترول بنويز؟ هقول لك سهله، اسحب نويز شيدر تمام، وتعالى هنا اسحب الاوتبوت بتاعه وقول له انا عايز يا سيدي اكنترول الويت تمام. روح بقى للنويز واشتغل. طبعا ما انت شايف حاجه، خلاص ليه ما انت شايف حاجه؟ لان النويز من الحاجات او من النودز اللي لازم غصب عنك هتشوفها هنا تشوف نتيجتها، فما تطلعوش على هنا دلوقتي، قوم طلعه من هنا على البيوتي. ما شاء الله ما انت شايف اي حاجه، ليه بقى؟ لان هنا النويز اعتقد السكيل بتاعه كبير والسبيس بتاعه اوبجكت. لو قلنا السبيس بتاعه وورلد هنلاقي الدنيا غير كده. طبعا لو السكيل بتاعه قل هقول مثلا 0.1، الاوكتيفز هنزودها شويه عشان نزود الصب ديتيلز، الامبليتيود اعتقد دي الكونتراست، هنا السكيل 0.1 هو كمان، وهنا السكيل 0.1 هو كمان تمام. طب ما تيجي نقفل ده ونخلينا هنا. لو قلنا السكيل 2 في 2 في 2، مثال السكيل هنا كل ما بيزيد كل ما بيزيد كل ما النويز بيزيد. خلينا نتكلم في 3 في 3 في 3 تمام. هو ده شكل النويز، وده اللي هيبقى شكل الروفنس. ديستورت يعني مثلا سيلف اكسبلاناتوري، انت شايف هو بيعمل ايه. امبليتيود زي ما قلنا اللي هي الكونتراست بتعلى بتعلى تمام بالمنظر ده كده، ديستورت فقلله شويه. اذا هو ده النويز، شفت النويز ظبطت الدنيا. الورلد ولا اوبجكت تمام، في الحاله بتاعتنا دي اعتقد اوبجكت تبقى احسن، بس لو انت عندك يعني مش مهتم قوي بالتفاصيل اشتغل على وورلد. كالعاده خلصنا من هنا، هنودي احنا خلي بالك الفاينل اوتبوت بتاعك طالع من البامب مش طالع من الستاندرد شيدر، هنوديها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده تمام. زي ما احنا شايفين الويت خلاص بقى كنترولد عن طريق النويز بالشكل اللي احنا شايفينه ده تمام. طبعا لو احنا قللنا السكيل بواحد واحد واحد هنلاقي الدنيا فيها اختلاف تام. طب لو شلنا ده ورجعنا هنا نلاقي الدنيا انا اسف عايز اكنترول الروفنس مش الويت. كده هتبقى كويسه لان الويت لقيته قلب لي الدنيا. وكان في برضه السكاي دوم كان عالي شويه، ف يعني بهدي الدنيا شويه، بس اعتقد كده الدنيا تمام حلو وبان قوي ازاي بنكنترول حاجه عن طريق حاجه تانيه. كده ما عادش في كلام يتقال على الاقل في التوضيح بتاع النتورك النتورك اديتور. ومن المحاضره الجايه نبدا نشتغل على حاجات مور ادفانسد عن كده شويه، لان ارنولد على فكره هو مش صعب، لكن
هو بس محتاج انك انت تحاول تقيس على اللي انت كنت بتعمله في سينما 4D في العادي، يعني في الشغل العادي اللي كان بيشتغل في سينما 4D بالاعتماد على نظام اللاير سيستم ان هو يعمل اللاير بتاعته ويشتغل، مش هيلاقي اي صعوبة. لكن اللي كان بيطنش الحتة دي وبيحاول يشتغل على ماتيريالز جاهزة، يعني هيلاقي الموضوع رخم شويتين. اشوفكم في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله.